واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما جواب هذا السؤال أيها الإخوة فسأتلوه عليكم في شكل تجربة مغرية ومؤثرة وبالغة أيها الإخوة. تجربة ذاك الذي سمعتم أنه نال جائزة نوبل للسلام في أكتوبر 2006 وهو مسلم البروفيسور أستاذ الاقتصاد في جامعات بنغلاديش محمد يونس طيب الله ذكره. هذا أقام من نفسه قدوة لأمته، استطاع أن يترجم أيها الإخوة كيف يكون التدين الحقيقي. وبدأت قصته كالتالي، قال بدأت قصتي قبل 20 عاما، هذا قبل إيه؟ أن يتم مشروعه الذي سيأتيكم ذكره إن شاء الله أو نبأه. قال بدأت قصتي قبل 20 عاما حين كنت بروفيسورا أستاذا في الجامعات في جامعة بنغلاديش أدرس الاقتصاد بالدكتوراه التي أنا فخور بها واحتجتها من جامعات USA من أمريكا، دكتوراه في الاقتصاد إيكونومي. قال وفي يوم الأيام لحظة التفات، سبحان الله، لحظة إشراق إلهي على صفحة قلبي، نظرت فوجدت أنني أدرس في الجامعة هؤلاء الطلاب الذين عندهم القدرة على دفع النفقات ومواصلة التعليم، لكن في الشارع هناك الآلاف بل الملايين الذين يرتقبون الموت، هياكل عظمية. معروف بنغلاديش من أكثر البلدان فقرا، بلد إسلامي للأسف الشديد. أين بترون أين خيراتنا؟ الله أعلم ونحن أعلم، نحن نعلم. المهم قال مشيت مرة في الشارع وشعرت بعبثية ولا جدوى الموقف، فعلا وجد نفسه في مشهد سوريالي، مشهد غير معقول عبثي، يدرس الاقتصاد والاقتصاد إيه يحقق الفول والرفاه والكلام الفارغ، أين الرفاه وأين الموازاة وأين الفرص وأين التكافؤ؟ ما في منه أي شيء على الأرض، الناس تموت. قال شعرت بعبثية ولا جدوى الموقف، هو نفسه جزء من هذا الموقف السوريالي العبثي. قال وقررت أن أتخلى عن نظرة الطائر بيرز فيو هذه الذي ينظر من علن، تعرفون لماذا؟ لأن هذا الطائر كلما حلق بالذات يجرد الأوضاع ويستطيع في نهاية المطاف أن يحوصلها في جملة، هذه الجملة لن تترجم، لن تشعرك نبض الشارع، نبض الجمهور، لن تسمع من خلال هذه الجملة النات، جملة قد تكون حتى جملة إحصائية، نسبة كذا وكذا، نسبة كذا وكذا، تتمتع بكذا، 80% محرومون، لن تشعر من خلال هذا التجريد الذي حصل لك بنظر الطائر بنبض الفقراء، بأنات اليتامى والثكالى، بحاجات الأرامل، كيف يضحي الناس أحيانا حياتهم من أجل أولادهم لكي يطعموهم ما يتبلغون به، كيف تبيع النساء فروجهن، يتاجرن بأبضاعهن من أجل ألا ألا يموت رضعاؤهن، لن تجد هذا أيها الطائر المحلق. قال قررت أن أصبح دودة، دودة أرض تتلمس تشم لكي أجد شيئا مما هو حاصل عن قرب وعن كثب عن تجربة، أنا أعيش هذا الوضع، ثم لأسأل نفسي هل عساني أستطيع أن أفعل شيئا إزاء هذا الوضع. وكانت بداية قال مع امرأة صناع تصنع جيدا، امرأة صناع، صناع اليد كما يقال، تنسج الكراسي من الخيزران بجودة ماهرة بجودة فائقة. قال وأدى الحديث إلى أن أفادتني أنها تربح كل يوم ولله الحمد والمنة بنسين أمريكيين، واحد من 50 من الدولار، جزء من 50 من الدولار، تخيل في اليوم. قال كان هذا صادما لي. ثم تأدى الحديث إلى أن سألتها ولما إنك صناع وتصنعين كراسي جميلة وممتازة وتستحقين أكثر من هذا الربح بكثير. قالت لأنني لا أملك المال الذي أشتري به الخيزران، المادة الخام يعني الرور ليس عندي، يقرضني تاجر، تاجر مسلم طبعا، ليس بعيدا أن يكون إماما في مسجد، انتبهوا هذا يحدث في عالم المسلمين، هذه المفارقات السوريالية. نعم معروف، سمعنا عن بعض هؤلاء يتاجرون في أعراض النساء والعياذ بالله، شيء فظيع. ولذلك هو يقدم العبادة إلى الله كما أقوله دائما ولست ندم عليها كرشوة، يظن نفسه يرشو الله، أعبدكم من هنا واسمح لي أن أفعل ما أريد يا رب فيرتاح. وهكذا المفهوم الشكلاني للعبادة في الأخير يفرغها من حقيقتها ويصبح ضد رسالتها، انتبهوا هذا ما يحصل للأسف بطريقة أو أخرى في عالمنا. قالت أقترضه من تاجر ثم الشرط أن أعيد إليه البضاعة لكي يأخذها مني بالثمن الذي يريد هو، والنتيجة تربح بنسين في اليوم. قال صدمت صدمة ثانية حين
سألتها وكم هذا المال الذي تحتاجينه لكي تشتري الخيزران؟ قالت 20 بنسا. قال شعرت بالعار بالشيم، شعرت بالعار، عار حقيقي. هل أنا مسلم؟ هل هذه أمة مسلمة فيها الآلاف بل الملايين من أمثال هؤلاء العمال المهرة الصناع الجيدين الماهرين الجادين في عملهم والذين يؤكلون وتؤكل أرزاقهم من أجل أننا لا نستطيع أن نوفر لواحد منهم أو الواحد منهم 20 بنسا في اليوم؟ هل سنعذر أمام الله بكل السفسطات والفلسفات الدينية والفلسفية أيها الإخوة؟ قال شعرت بالعار ولذلك بدأت بالعمل. أخذت أحد تلامذتي في الجامعة يدرس اقتصاد ودرنا على القرية، وبعد أيام كانت الحصيلة أننا استطعنا أن نسجل أكثر من 40 شخصا ما بين ذكر وأنثى عندهم مثل هذه المهارات ويحتاجون إلى أموال قليلة لكي يربحوا أكثر مما يربحون فعلا مساكين. إنهم يستغلون استغلال غير مكافئ كما يقال في الاقتصاد، استغلال غير مكافئ. قال وكانت الصدمة الثالثة حين علمنا أن هؤلاء 40 في كامل القرية، طبعا هؤلاء عائل أسر، لا يحتاجون إلى أكثر من 27 دولارا لكي يبدأوا بداية ثانية. قال ساهمت في رفع هذا العار، أخرجت هذه الدولارات من جيبي وقلت لتلميذي اذهب ووزعها عليهم كما استحقوا وكما أخبر عن استحقاقاتهم وأخبرهم حفاظا على كرامتهم أنها سلفة بإمكانهم متى استطاعوا أن يعيدوها. ولم أكتفي بهذا، قال ذهبت إلى المصرف الذي له فرع في حرم الجامعة في الكامبوس تبع الجامعة وقابلت المدير أستاذ اقتصاد أنا، وقلت له كذا وكذا وكذا. قال ما المطلوب؟ قلت المطلوب أن نوفر قروضا بسيطة بحسب متطلبات هؤلاء الصناع المهرة لكي نرفع عوزهم. قال مستحيل، قال أنت عاقل؟ قوانين البنك اللوائح لا تسمح بهذا. قلت لماذا؟ هؤلاء منا أبناء بلدنا ومسلمون مثلنا. قال الفقراء لا ثقة فيهم، الفقراء غير جديرين بالقرض، ثم لا يستطيعون أن يقدموا ضمانة كفالة القرض. قلت كلا فكرتك خاطئة، سيعيدون. قال حتى لو أعادوا فهذه مبالغ بسيطة جدا جدا لا تستحق أن تعامل معاملة إيش؟ القرض والإقراض. كلام فارغ، الموضوع كله كلام فارغ، انتبهوا. انتبهوا إلى الإيجابي صاحب الضمير محمد يونس وإلى هذا البيروقراطي الجاف المدعي العلم والدكتوراه والشهادة والمدرية وهو مجرد حجر لا إنسان، بالعكس الحجر أشرف منه، الحجر لا قلب له، عدم الملكة كما يقول المناطق، لا قلب له لا ضمير، لكن هذا عنده ضمير داسه بمصلحته، داسه بوظيفته لكي يحافظ على على مديريته. شاهد الوجوه وبئسة المواقف. لكن محمد يونس ذهب إلى من هم أعلى منه حتى وصل إلى مدير البنك المركزي. قال وكان الجواب دائما ذات الجواب، هل أنت عاقل؟ هذا غير صحيح، الفقراء غير جديرين بالإقراض لأنهم لا يسوا أهلا للثقة كذا كذا. قلت في النهاية، قال قلت لمدير البنك أنا سأقوم بكفالتهم بنفسي، ما رأيك؟ وكل من يعجز عن سداد دينه أنا سأدفعه من جيبي الشخصي. قال إذا كان كذلك فأهلا وسهلا. قال جربنا، قال ولكنك ستندم. لماذا؟ قال لن يعيدوا إليك أموالك، أنا أعرفهم. قال من حسن الحظ أنني لم أكن أنطلق من نفس القناعة، بالعكس الفقراء ناس وطيبون وربما أطيب من الأغنياء وهم جدرون بالثقة، أوضاعهم صعبة كما نقول دائما، هم طبيعيون صدقوني أكثر طبيعية من الأغنياء الذين أفسدهم البطر والترف، ولكن ظروفهم ليست طبيعية، هذا باختصار. ولذلك أحيانا يند عنهم تصرفات ليست بالطبيعية، شيء طبيعي مفهوم. قال وكانت المفاجأة أنهم جميعا أعادوا المبالغ سنتا سنتا وتقدمت أحوالهم. قال لأنهم قليل، لو أعطيت عددا أكبر لن يعيدوا. قال وغمرت وأعطيت عددا أكبر فأعادوا. قال ربما لأن المبالغ بسيطة، غدا تزيد المبالغ وينتهبونها ولن يعيدوها. قال فرفعت المبلغ مرتون، صار تحدي مرتوني، رفعت المبالغ قال حتى يعملوا أكثر واستفيدوا أكثر هم وأعادوها. قال ربما في هذه القرية، قرية متربي بنت ناس قال فإي رهن على على 5 قرى وأعادوها، على 50 قرية وأعادوها، على 100 قرية وأعادوها، وارتفعت أحوال الناس. قال محمد يونس مش بيستاهل نوبل، هذا بيستاهل يعمل له نوبل باسمه، جائزة اسمها جائزة يونس بصراحة، لو هذه أمة إسلامية واعية تعمل جائزة للسلام حقيقة اسمها جائزة يونس للسلام، وما بدناش نوبل هذه، فقط تخدم في هذه الأوضاع، يستحق أكثر من 100 نوبل.
هذا عبقري، هذا مسلم عبقري، إنسان هذا أيها الإخوة، إنسان حقيقي. قال ثم قلت في نفسي لما، على فكرة لم يقتنع، قال المدير مدير المصرف العام ولا أي زملائه ظلوا دائما يحاجون سوف وسوف وسوف غير جديرين. قال قلت لما أتعب نفسي في هذه المباراة التعسة. قال وجاءت الخطة الأخيرة، سأكون مصرفي بنفسي. وذهبت للحكومة بعد أن عددت الخطة كاملة، واستغرق الأمر سنتين كاملتين، معاملات وإجراءات وروح وتعال. وبعد سنتين أيها الإخوة سنة 83 1900 و1000، قال كان المصرف جاهزا، جرامين بانك فور بور بيبول كما يقولون، هكذا اسمه بنك جرامين، مؤسسة جرامين المصرفية. قال وشرعنا بحمد الله ونحن نواصل. اليوم يا إخواني نحن في 2007، تعلمون بنك جرامين ويرأسه البروفيسور محمد يونس طيب الله ذكره وكثر من أمثاله، هذا المسلم العابد، هذه العبادة الحقيقية، هكذا يكون التقرب إلى الله بأمثال هذه الإنسانية المنفتحة البارئة من الأنانيات وصغائر الذات الصغيرة. اليوم مؤسسة إجرامين المصرفية أيها الإخوة تقرض أو أقرضت حصراً 4.5 بليون دولار، 4500 مليون، يعني 4.5 مليار بالألماني أو بالأمريكي بليون، 4.5 بليون دولار من 83 للفقراء والمساكين. يعمل فيها 12,000 موظفاً، 12,000، بدأت برجل محمد يونس الذي يدور على هذا وعلى ذاك يتوسل ويجعل نفسه كفيلاً، يعمل الآن عنده 12,000 موظفاً. وهذه المؤسسة المصرفية أيها الإخوة تتعامل مع 46,000 قرية في كامل بنغلاديش، 46,000، قول 50,000 جبرا للكسر، 50,000 قرية، معناها مع عشرات الملايين بجهود رجل واحد. سأل نفسه ما دوري، سأل نفسه أيها الإخوة ما دوري لرفع هذا الشر، لتخفيف هذه المعاناة. أحس بالعار، أحس بالخجل من كونه مسلما في أمة مسلمة تعيش هذه الأوضاع، تحتاج إلى 20 بنسا. تعرفون ما معنى أن يوفر لها 20 بنسا، 5 دولار، أنها ستعلم أولادها في الجامعات، ما رأيكم؟ أنها ستحفظ فروج بناتها أيها الإخوة، أنها ستساهم في إثراء المجتمع، في نبالة المجتمع، في رفع المستوى الأخلاقي والقيمي للمجتمع. هذا معنى 20 بنسا. لكننا ندفع في بارات أوروبا وكازينوهات أمريكا الملايين حاشاك في العذر، ثم نلبس لباس المشايخ ونتكلم باسم شرع الله والدين الإسلامي. ألا تبا لهؤلاء وتبا لهذه الأوضاع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعلى أمتنا بالحق وهو خير الفاتحين، وأن ينتشلنا من هذه الوهدة التي تجد دائما مبررها وتبريرها باسم الدين وفي آية الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا واصلح بنا، واجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم، في هذه الجمعة المباركة، في هذه الساعة الطيبة المباركة، كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أسلفناها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا.